العازف الكردي الشهير محمد دومان، محمد خليل غازي المعروف بمحمد دومان، ولد عام 1929، ينحدر من مدينة كوباني. لجأ من كوباني بعد هجوم إرهابي داعش عام 2014 واستقر في كردستان تركيا. محمد دومان من أشهر وأقدم عازفي آلة الكمان في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك غنى الكثير من الأغاني الشعبية الفلكلورية الكردية، عزف إلى جانب العديد من الفنانين وشارك معهم الأعمال الفنية. له العديد من الأعمال المرئية والمسموعة الذي يحيي فيها الفن الكردي ويحميها من الزوال. قبل وفاته وفي مقطع مصور قال العازف الكردي محمد دومان إنه لم يعد يستطع العزف. الفنان الراحل محمد دومان غيبه الموت وهو في 91 من العمر في أحد مشافي كردستان تركيا. برحيله فقدت مدينة كوباني بكردستان سوريا أحد أعمدة الفن الكردي وأحد أشهر عازفي آلة الكمان. بشير بشوتم بشوار الدجال بشرق دايم.